عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد وصفة جديدة، ودائما في إطار تحضيرات شهر رمضان الفضيل. من بعد سلو إن شاء الله نشارك معكم طريقتي في تحضير شباكية أو المخرقة، طريقة اللي كتخلي الشباكية كتجي رائعة، كتجي معلكة ومشعبة كلها وشاربة العسل وكتجي فتية. أولا وقبل كل شيء نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ المقادير والطريقة في نفس الوقت. هنا عندي كيلو ديال الدقيق الابيض في القصريه ديالي، ضفت عليه معلقه كبيره ديال حبه حلاوه ومعلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره مخلطه ما بين القرفه ونجمه الباديان والكوزه. هنايا اللي بغى يضيف الباديان، اللي ما بغاش يضيفه المهم انا كنفضل الباديان في الشباكيه ديالي، كيعطي واحد المذاق من اروع ما يكون. هنا عندي المسكه الحره مطحونه مع شويه السكر، كيس ديال الخميره ديال الحلوه اولا البيكين باودر من فئه 7 غرام، كاس ديال اللوز مطحون، هنا ما كنحمروه ما والو كنخليوه هكاك، وكاس ديال الزنجلان كذلك حتى هو مطحون، كنحاولوا نغربلوه باش ما يقطوش لينا العجينه، غير كنمسحوهم من الغبره ونطحنوهم بلا ما نحمروهم. صافي هنا واحد رشيشه ديال الملح، نحاول نجمع هاد المكونات نخلطهم مزيان بايدي باش هنا بعد ما كنجمع النواشف مزيان نحاول نخلطهم مزيان باش ما تبقاش كل حاجه مفروزه في، يعني ندمجهم مزيان. من بعد غادي نضيف هذاك الكاس ديال الزيت مخلطه ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، وكاس ديال الزبده نوازيت، اللي ما بغاش يدير الزبده نوازيت يدير غير الزبده مذوبه عاديه، وهذه هي المرحله المهمه كان الزيت والزبده نحاولوا نبسوها مزيان بحال كنخدموا البهله اولا الحرشه. المهم نحاولوا نبسوها مزيان وحنا كنحكوا بيدينا باش كنسخنوا هذاك المكونات بين يدينا وكيشربوا لينا هذاك الميدان. انا هنا غادي نستمر نحاول نبسهم مزيان هنا بعد ما بستها مزيان. من الافضل في هذه المرحله هذه نخليوها تبات الا كان عندنا الوقت، لما كانش عندنا الوقت على الاقل نخليوها واحد الساعه. المهم قد ما ارتاحت قد ما تشربت هذوك السوائل اولا داك ليدام، وكتجي فتيه وطريه الشباكيه ديالنا. هنا هنايا غادي نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها تبات ليله كامله، والصبح عاد غادي نكمل المقادير الاخرى. وهنا كما كتشوفوا بعد ما خليتها ليله كامله نحاول نحيد هذاك البلاستيك الغذائي. وهنا غادي نستعمل البيضه كامله، بالنسبه للبيضه كامله كاين اللي كيخاف من هذاك الرغوه اللي كدير في القليان، ولكن السر كله باش تجينا الشباكيه ديالنا مجعبه ومبوقه هو هذاك البيض اللي مع الصفر، يعني ماشي مشكل انها تطلق هذاك الرغوه في القليان مادام انها كدير هذاك التفاعل في القليان، الا وانها كديرو حتى في العجينه وكتخليها تجي مبوقه ومجعبه. هنا درت كاس ديال الماء اللي مرقده فيه الزعفران شعره مع كاس ديال الماء زهر مع 3 معلقات ديال الخل. بالنسبه اللي ما عندوش زعفران شعره ممكن يدير ضامات الزعفران اولا الملون الاصطناعي. صافي هنا خليتهم دفاو شي شويه، غير دفاو وجمعت بهم الخليط ديالي. صافي غير هذاك الكاس ديال الماء مع كاس ديال الماء زهر مع 3 ديال معلقات ديال الخل كفاوني، لان كما كنعرفوا العجينه ديال الشباكيه كتبغي تكون شاده راسها شويه، كتكون تقريبا قاصحه ما تكونش خفيفه بزاف. صافي هنايا كندلكها مزيان اولا كنعركها مزيان، كندوز نقطعها على 8 ديال الكويرات كما كيبان لكم اولا كما موضح لكم في الصوره، وكنديرهم في واحد البلاستيك غذائي. ضروري العجينه هنايا خاصها البلاستيك باش ما كتنشفش وكتبقى تقطع لينا. صافي غادي ندوز كل كويره غادي نطلقها على شكل ظرف، كنطويها على 3 ومن بعد نرجع نطويها على 3، ندوز عليهم الكويرات بالتمنية بيهم بنفس الطريقة ونغطيهم في البلاستيك. من بعد غناخد كل ظرف غادي نقطعو أشريطة أو لصميطات كما كيبان ليكم، وغندير في واحد العلبة أولا ممكن نستعنو غير بالبلاستيك الغذائي. أنا بالنسبة ليا كتجيني هاد العلبة هادي كتجيني عملية
كنفضلها على البلاستيك الغذائي. صافي هنا نستمر بنفس الكيفيه، الاشرطه كلهم غادي نقطعهم ونحطهم في البلاستيكه باش نسربي دغيا. كما كتبان لكم العجينه كتجي مورقه من الداخل. صافي هنا سربيتهم كلهم باش يجيوني ساهلين في الخدمه، بلا ما نبقى كل مره نطلق واحد ونرجع نشكل ونرجع نطلق. يعني هنا اختصرت الوقت، كنطلق كل شيء في خطره. وهنا غادي ندوز هذوك الاشرطه، نحاول نطلقهم شويه بالدلاك عند الاولون في لاماشين. بالنسبه لي ما عندوش لاماشين، حتى الدلاك راه نفس كيعطي نفس النتيجه، غير لاماشين كتخفف علينا شي شويه الجهد ديال الطليق. نقدر نطلقو بالدلاك شويه على الكتاف، المهم الماكينه غير كتسهل علينا، اما هي النتيجه نفسها. السيركول ديال الفويتاج هو هذوك الشكل اللي درنا على شكل ظرف، يعني اما الدلاك اولا لاماشين راه بحال بحال. انا حاولت نطلق هذوك الاشرطه ودوزتهم في النمره 5، ومن بعد غندوزهم في النمره 3. يعني كنبداو بالرقم الكبير ومن بعد الرقم الصغير، ما نجيوش نبداو بالرقم الصغير مباشره باش ما تقطعش لينا العجينه. بالنسبه للارقام راه كل ماكينه كما كتكون كيف كيكون الارقام ديالها، يعني ماشي بحال بحال. انا هنايا دوزتهم كاملين باش استفدت، وعاد من بعد قلبت النمره ودوزتهم كاملين. هاد الطريقه كتبقى احسن من غادي نبقاو ندوزو كل شريط من الرقم ونرجعو نريقلو ونرجعو نخرجو من الرقم لاخر. يعني نحاولو ندوزوهم من نفس الرقم كاملين الاشرطه، ومن بعد نريقلو لا ماشين ونخرجوهم ثاني من الرقم اللي جاي من بعدو، وصافي. يعني كنسهلو علينا الخدمه. وهنا غادي نحاول نطلق الاشرطه ديالي او المربعات ديالي. غندير كاين اللي ندير له اشرطه 5، كاين اللي ندير له 6 اشرطه كما مبين لكم. يعني التقطيع على حسب التشبيكه اللي غادي نشبكوها. بالنسبه للسمك كل واحد كيف كيبغي الشباكيه ديالو، كاين اللي كيبغيها تكون رقيقه بزاف، كاين اللي كيبغيها مسطى. ندوزو بسم الله على بركه الله. نبداو بهذه ديال 5، 1 2 3 4 5. اول حاجه كنهزو الاول، كنزلو الثاني، نزيدو هذا الثالث تحت الاول، نزلو هذا الرابع، هذا الخامس، نجيبو ونقلبوه مباشره فوق هذا. هنا كيبقاو لينا هاد الجوج هادو على هاد الشكل هذا، كنحصلو على هاد الشكل هذا. هاد الجوج هادو لودينات، نشدوهم ونقلبوهم على هاد الطريقه هادي. نزلو الحلوه ديالنا اولا العجينه ديالنا فوق سطح العمل باش يسهل علينا الخدمه. هادوك الودينات اللي دفعناهم لتحت نحاول نقرصوهم باش ما يتحلوش لينا في الطياب بهذا الشكل هذا، ونضغطهم الجناب. بالنسبه اللي كيبغي هاد الجنيبات يخليهم، واللي كيبغي يحيدهم يحيدهم. المهم شويه ضروري يبقى واحد شويه باش كيعطي واحد المنظر. وكتجي الحليوه ديالنا على هاد الشكل هذا. نعاود لكم واحد اخرى كما الاولى. 5 ديال الاشرطه كنشدو الاول، نزلو الثاني، الثالث كنخشيوه تحت تحت الاول، كنزلو هذا الرابع، والخامس كنقلبوه مباشره. كيبقاو لينا هاد الجوج، نحاولو نقادوهم. كتجينا الحليوه على هاد الشكل هذا. بهاد الجوج صبعان كنحاولوا ندفعوا هادو مباشره ونقلبوا، كيخرجوا لينا هنا. نزلوا على الارض ونضغطوا عليهم باش ما يتحلوش لينا في القليان. ومن هنا حاولوا ندفعوا شويه باش الحلوه ديالنا كتفتح، ونقطعوا الجناب على هذا الشكل هذا. بالنسبه الى بانت لينا شي حاجه ما محلولاش ولا، نحاولوا نحلوها بالسكين باش تجي عاطينا الوريضه واضحه. وكتجي الحليبه ديالنا على هذا الشكل هذا. اولا كاينه طريقه اخرى هي هذه، كنشدو جوج نحطهم فوق جوج، وهذا ما غاديش نحطه هنا، لا غادي نخليو هذا وننقزو به لهنا
ونحطوه على هذا الشكل. هذا هنا غادي نشدو نديرو هذا الصبع الكبير هنا هكا، وهاد الودينات نحاولوا نجمعو بهم اولا الطريفات منهم، هادو نحاولوا نقفلوهم مزيان. وفي هاد اللحظه هادي غادي نحاول نقلب الحلوه ديالي دائما سطح العمل باش تسهل علينا الخدمه. بكل سهوله كي الحلوه ديالنا على هاد الشكل هذا باش يبانوا لنا الطريقات، نبقاو نستعنوا بالسكين نحاولوا نحلوهم باش كيعطيونا دوك هنا غادي ندوزو لهادي ديال 6، 1 2 3 4 5 6 حتى هي بنفس الطريقة، نقلبو 2 فوق 2 هكا، وهادوك 2 رجعوهم للور هكا، كيولي عندنا هنا 3 د الأشرطة وهنا 3 د الأشرطة. بنفس الطريقة نحطو الصبع الكبير هنا هكا ونجمعو القنت مع القنت هكا، ونحاولو نضغطو مزيان باش ما يتحلش لينا في القليان. وفي هاد اللحظة كما كيبان ليكم غادي نحاولو نقلبو الحلوة ديالنا. سطح العمل دائما، وهنا غادي نحاولو نحيدو الزائد أو الفائض، وكتجي الحلوة ديالنا على هاد الشكل هذا. انا هنا كنستعن بالسكين غير باش يفتحوا هذوك الوريضات. نعاود بنفس قرب لكم ان 6 د الاشرطه نحطوا 2 فوق 2 على هذا الشكل هذا، وهاد 2 هادو اللي بقاو غادي نرجعوهم للور بهذا الشكل هذا. 3 كيولي لنا هنا 3 هنا، نحاولوا نشطوا الكمته مع الكمزة صافي. هنا غادي نحاول نقلب الحلوة ديالي بهاد الشكل هذا. أنا طبعا الخاطر غير بشوية عندنا، ما نتقلقوش ما نزربوش، وغادي نصيبوها دغيا دغيا. افضل البنات تبقاو تعدلوها بالسكين افضل من اليد باش كتجي مورده ومجعبه، ما كنديروش نضغطوا عليها ولا نتوما البنات. الطريقه اللي درنا ديال 5 قدروا نديرو ديال 7 ديال الاشرطه الا بغينا تجينا الحبه كبيره هكا. كنديرو 2 فوق 2 نرجعو اللور ونديرو 2، كيبقى لينا هذا الزايد. هذا الزايد ما كنديروش هنا، لا كنبقاو حتى لهنا ونحطوه على هذا الشكل هذا. في هذه الاثناء هذه غادي يوليو عندنا هنا 4 ديال الاشرطه هنا وثلاثه هنا. بنفس الطريقه نشدو القنيت مع القنيت على هذا الشكل هذا، نضغطو مزيان صافي، ونقلبو الحلوه ديالنا. ودائما كنعاود نكرر الخدمه فوق سطح العمل باش كنتحكموا في الحلوه ديالنا. وهذه كتجي شويه كبيره في الحجم ديالها ومورده بزاف، فيها بزاف ديال هي نفس باش خدمنا هذيك ديال 5، لان فيها عدد فردي ديال 5 بحالها بحال ديال 7، وديال 8 بحالها بحال ديال 6. نعاودو حتى معكم مع هذه ديال 7، كنطبقو 2 فوق 2 نقلبو الحلوة ديالنا ونزيدو هاد 2 فوق 2 كتبقى لينا هاد الحبة هادي اللي زايدة هنا، ما كنرجعهاش لهنا كنخليو هنا ونقزو لهنا على هاد الشكل هذا. والودينات نشدوهم، المهم هنا بقالنا 3 وهنا 4.
كنحاول نجمع مزيان هاد الكليمات هنا كتنشف ليا انا ديال العجينه لاني ما حطيتهاش بالبلاستيك فلي هذا ضروري البلاستيك وحنا كنخدمو. صافي غادي نقلب راه غير كتنشف الحلوه ما كتبقاش عطينا الطوع للخدمه وثاني الا كانت مرخوفه بزاف ما كتعطيناش الطوع في الخدمه العجينه تكون مويه. هناك التشبيكه هذه النصت ديال الاشرطه كنديروا شريط فوق شريط ونجمعهم من الطرف ونتفاهم واحد فيها ونحاولوا نحطوهم مزيان كيعطيونا هاد الوريضات هما كتبقى تشبيكه ساهله بالنسبه للمبتدئات يعني مابقاش العذر باننا نقولوا راه حنا كنعرفوش نشبكو الشبكه يعني اسهل من هادي ما كاين. هنا بعد ما كملت الكميه كامله غادي نخليها تنشف ليا شي شويه المهم حتى ما نشفات حتى ما كانت النتيجه مزيان الافضل حتى هنايا الا كان عندنا الوقت انه ما نزروديش نخليوها تبات فلما لا يعني ما نشفات راه تعطينا نتيجه رائعه. بعد ما خليتها انا هنايا كما كتشوفوا سخنت الزيت وغادي نحط الحبات ديالي وراني موجده العسل حتى هي مباشره بالقليه اللي قليتها غادي ندوز نقطيها في العسل. ولنجاح الشباكيه ضروري اننا تكون عندنا العسل من نوعيه جيده الا ما كانتش عندنا نوعيه جيده ماذا بينا نديرو واحد جوج معلقات كبار ديال الجليكوز حتى هما كيخليو الشباكيه كتجي شاربه كتبقى لاصقه عليها العسل ما كتطيحش عليها هي يعني الجليكوز راه كيخليها تبقى لاصقه عليها ما كتنزلش منها. وبالنسبه للقليان ضروري الزيت يكون غير مويان درجه حراره معتدله ما يكونش طايب بزاف او لا ما تكونش النار مجهده باش ما تخطرش لينا الشباكيه وتحمر وهي باقا معجنه يعني هادو هما الاسرار اللي كيخليو يعني واخا هما اسرار يعني شي حويجات اللي بسيط ولكن راه كيخليو يعني عندهم دور كبير باش الشباكيه اما تجي ناجحه واما لا. هنا انايا كنصفي مباشره من الزيت وكنحط في العسل اللي كنا قلنا بارده وكنخليهم وندير القليه الاخرى ونخلي هذاك العسل تشرب. بالنسبه الى كان من الافضل كانت عندنا الكميه ديال العسل يعني كبيره او لا بزايد نديرو جوج سوبيراس ديال العسل ونحطها في وحده ونعاودو في الاخرى لان ديك الاولى كتكون سخنات كما كنحطو فيها الشباكيه كتسخن الا ما كانش ماشي مشكل يعني راه الجليكوز غادي يدير هذاك الدور. هنا انا نكمل الكميه كامله ونرشها بشويه ديال الزنجلان ومن بعد نتلاقى معكم في الشكل النهائي. راه كيبان لكم هنايا في الزيت في القليان كتبان بانها كتبوق لينا الشباكيه ديالنا كدير داك الفقاعات هذا دليل انها غتجي يعني مبوقه وشاربه العسل يعني راه في الزيت ملي كنكونو كنقليوها كيبان لينا النتيجه. بعد ما سالينا كانت هذه هي الشباكيه ديالنا غنحاول نصورها معكم من جميع الجوانب داكشي علاش كتشوفوا الاضاءه كتبدل او اللون ديالها كيتبدل. غنزيد نقرب عندكم الكاميرا تشوفوا الشباكيه كتجي كلها فقاعات وكلها مجعبه ومعلكه هذوك الفقاعات هما اللي كيخليوها تجي شاربه العسل. الا تبعتوا الطريقه اللي درت فكونوا اكيدين انها تنجح معكم ولو تكون اول مره غتجربوها. نقسم معكم تشوفوا كيف كتجي كلها مجعبه ما شاء الله راه هي شاكره راسها براسها. كنتمنى تجربوها لانها فعلا تستحق التجربه وانا اكيده الى جربتوها غتولي معتمده عندكم. والى عجبتكم ما تنسونيش فضلا وليس امرا ملي لايك ديالكم والاشتراكات ديالكم ومبقى لي الا نقول لكم في امان الله وحفظه مع السلامه. عواشر مبروكه.